كيف تعمل ديسكاونتس بشكل افكتيف بدون ما تأثر على الصورة العامة للمنتج أو الخدمة اللي بتقدمها؟ بنطلع الآن على السوشيال ميديا ونشوف إعلانات ديسكاونتات من كل الأنواع على كل المنتجات. بتطلع على الجرايد إعلانات ديسكاونت بتوصل ل 80%. فوت على إنستغرام بتحس الدنيا عندهم حرب أسعار. هذا شو بيعطيك صورة عن البراند؟ إذا فكرت فيها بشكل أعمق تعطيك صورة انه هذا البراند من جوا is frustrated، بيغلوا، في عندهم challenges، بيحاول يبيع بده بس كاش لانه بيعاني، في عنده معاناة. هل هاي الصورة جيدة انك تنقلها عن البزنس تبعك ولا لا؟ هذا الفيديو ما بدي احكي انك لا تعمل discounts، انا ضد فكرة discounts اجمالا anyway، بس اذا كان ولا بد بدك تعمل discounts فاليك الطريقة فعالة انك تعمل فيها discounts من دون ما تأثر على صورتك العامة. تخلي البراند تبعك بوزيشن بليفل A، أوكي، وبنفس الوقت تعطي ديسكاونت بدون ما تأثر على هاي الصورة. كيف؟ شوف الشركات الكبيرة مثل أبل مثلا، أوكي، هل أبل بيعملوا ديسكاونت؟ طبعا بيعملوا ديسكاونت. طب هل عمرك شفت إعلان لأبل بيقول لك عاملين احنا ديسكاونت عن شغلة معينة، على برودكت معين، على آيفون ولا على سوفت ويرز عندهم؟ لا، they never advertise the discounts. فهاي القاعدة نمبر 1، لا تعمل ديسكاونت تبعك public. هاي don't break this rule whatsoever. لا تروح تحط صورة على الانستغرام تعمل ديسكاونت running وتخلي كل الدنيا تعرف انه في عندك ديسكاونت، ولا تعمل اعلان انه عندك ديسكاونت sponsored يعني وتدفع عليه فلوس. اعمل الديسكاونتس لسمول جروب اوف بيبل موجودين عندك بليست. كيف يعني؟ في قاعدة بتحكي لك انه the business is in your list. البزنس والفلوس والموني يعني السيلز هو في القوائم الكونتاكتس اللي موجودة عندك. فلما بدك تعمل discounts تأكد انك بتبعته individually لكل واحد على حدة، بحيث انه هذا الشخص يوصله الديتيلز in private. ممكن توصله بSMS، ممكن توصله بإيميل، ممكن توصله chatbot messenger. طبعا هذا بطبيعة الحال بيقودنا اذا بدك تعمل ديسكاونت بالطريقة هاي انه انت محتاج تبني ليست. شو يعني؟ شوف، انت موجود في السوق، في الماركت بليس تبعك، في ناس مهتمة في المنتج اللي او الخدمة اللي بتقدمها، او على الاقل الخدمة او المنتج اللي انت بتقدمها بتلبق لهم او بتزبط عليهم او نوعا ما ممكن يحتاجوها. فانت دورك الاول هون انك تبلش تبني قوائم من هدول الناس، مش تروح تشتري داتا، يعني مش تروح على يعني تعملهم سبام، تاخذ الكونتاكت تبعتهم مثلا من شركه ولا غير. لا، بدك انت هدول الاشخاص بنفسهم يعطوك البيرميشن انه يس اي وونت تو جيف يو ماي كونتاكتس، يعطوك الداتا تبعتهم ويعطوك الاذن انك تبعت لهم ديتيلز عن فيوتشر ابديتس او غيره. هاي الليست كيف تبنيها؟ الطريقه الصح اللي تبني من خلالها الليست بانك تقدم ليد ماجنت للجمهور. الليد ماجنت حيكون عنه فيديو خاص ليتر، ممكن تبحث في الفيديو عندي في انستغرام، في لينكد ان، في يوتيوب، في فيسبوك وتشوف هذا الفيديو. ولكن حتى نخدم غرض هذا غرض الموضوع اللي بنحكي عنه الان، الليد ماجنت هو عباره عن معلومات قيمه ومفيده لجمهورك بتقدم لهم اياها مجانا مقابل انهم يعطوك الكونتاكت انفورميشن تبعه. عمرك وانت اكيد شفت شيء زي هيك، عملت سبسكرايب لشغله بارتيكل، كنت بتقرا بارتيكل او بتتصفح شغله على السوشيال ميديا، فحكوا لك مثلا 5 خطوات لتحقيق كذا، او 3 اشياء يجب ان تعرفها اذا كنت تبحث عن كذا، وبس تروح على اللينك بيقول لك اوكي وين نبعث لك اياها هاي الخطوات، عشان نبعث لك اياها على الايميل، فبتدخل ايميلك وبعدين بعثوا لك اياها على الايميل. شو اللي صار الان؟ انت اعطيتهم ايميلك ودخل عندهم على السي ار ام وهم بنوا ليست وصار عندهم ناس من مهتمه بالتوبيك هاي. فالان هاي الليست هي اللي فيها البزنس. اوكي، اعطيك مثال. انا في عندي شركه لاداره فعاليات الاطفال، واحد من المنتجات اللي عندنا هي بيرثدي بارتيز، بنعمل بارتيز للبيرنتس للكيدز يعني ات هوم، يعني بنبعث تيم للبيوت وبيعملوا حفلات اعياد ميلاد. الجمهور المستهدف عندنا هون هو الامهات في اماره ابو ظبي. كيف نبني ليست بامهات عندها اطفال اعمارهم تحت ال 12 سنه في اماره ابو ظبي؟ بكل بساطة عملنا ليد ماجنت اللي هو عبارة عن PDF فايل في 12 نصيحة إذا كان عندك حفلة عيد ميلاد لطفل، كيف تختار الفينيو، كيف تختار التوقيت، كيف تختار الديزاين، كيف يعني أشياء مفيدة للناس اللي للأمهات اللي عندها حفلة عيد ميلاد.
حكيت لهم اوكي هاي فري بدنا نعطيكم اياها تشيك ليست فور جود جاست تيك ات حتى تساعدكم ترتبوا لحفله عيد الميلاد تبعكم. فلما بيروحوا عشان ياخذوا هاي الليست نحكي لهم اوكي وين نبعث لكم الليست؟ اعطونا الايميل اللي نبعث عليه القائمه يعني او اللاندنج بيج اللي بيروحوا عليها. فبيدخلوا الكونتاكت انفورميشن تبعهم ساعتها الكونتاكت انفورميشن تبعهم تدخل عندنا على السي ار ام وهم بياخذوا الليست او بياخذوا الليد ماجنت اللي عملناه او اللي هو التشيك ليست هاي او تبع ترتيب حفله عيد الميلاد. فشو صار هون عندنا بالباك جراوند؟ صار عندنا قائمه باسماء وارقام تليفونات وايميلات ل عملاء محتملين. هم مش عملاء ولكن محتملين لانهم يعني ليش واحد ليش حد بده يروح ينزل او يطلب بي دي اف فايل بيحكي عن ترتيب حفله عيد ميلاد لطفل الا اذا كان عنده طفل صح؟ فاذا صار عندنا قائمه بهذول الناس. شوف وهم اعطونا اياها بايدهم مش احنا سبامينج يعني مش رحنا اشترينا مع الديتيلز تبعهم من شركه ولا من حدا وصرنا نزعجهم لا هم بايدهم اعطونا هالكونتاكت انفورميشن تبعهم. اوكي؟ والان هاي الليست هي اللي بنصير نبعث لها الاوتوميتد مسجز بالايميلز بالواتساب بالماسنجر بالشات بوت. اذا بدنا نعمل ديسكاونت اذا فعلا محتاجين كاش فلو بتصير على فكره يعني مش كل الشركات على طول يعني واو الدنيا عندها بتصير في شورتج مرات وبصير اوكي يلا ديسكاونت لازم نغطي السيلز تارجت الشهرات فاوكي بنلجا لديسكاونت كسوليوشن بس مش شرط كل ابو ظبي تعرف انه عندنا مشكله بالسيلز يعني خلاص احنا عندنا قائمه من هذول هاي القائمه نبعت لهم ايميل خاص فيهم كل واحد باسمه انه في عندنا اوفر ليميتد مده كذا بتاخذ ديسكاونت ان شاء الله 90% عادي ما هو خلص هاي خاصه يعني حتى بيرسونلايز بحسها الشخص اللي بيستلم ديسكاونت زيك انه هاي شغله خاصه فيه فاصلا بتجيب يعني بتكون فعاله اكثر. فخلاصه الموضوع هاي هي الطريقه اللي من خلالها بنصحك انك تعمل ديسكاونتس اذا بدك تعمل ديسكاونتس ولا بد يعني لاي برودكتس او منتج لا تخلي الدنيا كلها تعرف انك عامل ديسكاونت لانه اتس نوت هيلثي. لا تقارنش حالك بالبراندز الانترناشونال براندز لما تقول لي والله محل ملابس كذا او براند ملابس كذا عامل ديسكاونت 90% المول الفلاني عامل ديسكاونت ما ادري 99% وعاديا قارنش نفسك فيهم. سمول بز اللي بينطبق على السمول بزنس لا ينطبق على البيج بزنس. انت كسمول بزنس بدك تخلي انت بدك تكبر بدك تصير بيج بزنس انت ان ذا بروسيس صح؟ فما تيجي تقضي على حالك من بداياتك اوكي ما تيجي تحط هاي الاشياء اللي حتخرب عليك لقدام. خلي صوره رائعه عن البزنس تبعك بنفس البوزيشن اللي انت تعبت واشتغلت عشان تبني وقاوم بس فكره انه كوبينج اذرز وانك تعمل زي ما الناس بتعمل يلا ديسكاونت ويلا ثلاث عروض وما ادري شو. قاوم الموضوع هذا وروح اعمله سيلكتيفلي لناس اوريدي سبسكرايبد عندك لليست وتاكد انه هاي الليست انت مش بانيها بس مشتري الداتا يعني تعمل لهم سبامينج. تاكد انهم اعطوك البرميشن انك تبعث لهم الديتيلز. الطريقه اللي بتعملها من خلال انك تقدم لهم ليد ماجنت. طبعا خلاصه الموضوع السؤال اللي بطرح نفسه هو كيف تعمل هاي الاشياء كلها. صراحه بالفيديو ما بقدر احكي لك كل شيء لانه بتعرف الموضوع يطول ولكن بقدر اقول لك انه بنقدر نساعدك تبني هاي الاشياء. هذا الشيء بتطلب منك انك تبني ماركتنج سيستم كوهيرنت فول ماركتنج سيستم. هذا الماركتنج سيستم حيساعدك تخلي البزنس تبعك مربح اكثر قابل للتنبؤ و سريع جدا تو سكيل انك تطوره بشكل سريع. ليش؟ لانه في عندنا اشياء بنقدر نسيطر عليها نقدر نتحكم فيها مثل ارقامك بالتحديد الليست اللي بنبنيها والاوفرز اللي بنعملها والفوركاست للفيوتشر بيكون ادق كثير لانه بناء بيكون مبني على الارقام مش بس wishful thinking. وهذا الماركتنج سيستم اسمه VAM value added marketing system. فإذا بدك تعرف أكثر عن الفام فيك تروح على getvam.com تشوف الديتيلز. إذا عجبك ممكن تعمل أوردر أو إذا حاب تعرف بيفور يعني ما تعمل أوردر تشوف في فيديو برزنتيشن برضو فيك تروح على الرابط اللي موجود مع هذا بالوصف مع هذا الفيديو في فيديو برزنتيشن تقدر تسجل بياناتك وتشوف الفيديو اللي بيشرح لك كيف الفاليو أدد ماركتينج أو الفام سيستم بيقدر يساعدك تطور البزنس تبعك بشكل أسرع بحيث إنه حتى يجعلك حتى يعني قادر على تنفيذ مخططاتك سواء لمشروعك او لحياتك الشخصيه. لانه بالنهايه كل خطه محتاجه لتمويل واعتقد اذا عندك التمويل اللازم فانت تقدر تجيب المعدات اللازمه اللي بدك اياها للبزنس، تقدر توظف تالنتس، تقدر تتوسع، تقدر حتى تروح رحله فاكيشن تشتري سياره. ليش؟ لانه في فند فمخططاتك ينقصها التمويل. اوكي؟ والفام هو بيساعدك انك تو ميك ذيس بلانز كم تو اي فولفيلمنت. أتمنى يكون الفيديو هذا نال إعجابك. إذا نال إعجابك اعمل منشن لشخص حاب تفيده. وإذا فعلا أنت جدي بدك تأخذ البزنس تبعك لمراحل متقدمة إذا عليك بالفام Value Added Marketing. روح على getvam.com and get vam. السلام عليكم.